السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. مثلا اسمه أحمد، محمود، اسمه سيد، اسم باسمه، يتم تلاقي أخوه ده هو اللي هو اللي رد، يبدأ يعمل نفسه إيه؟ سيد، يبقى أوير بإيه؟ اللي حواليه، لكن هو يبدأ معرفة أمه، ثم نفسه ثم الآخرين. الكلام ده كله بيتسوى الكلام ده 8 و 9 مانش عند سن كام؟ 9 شهور. طيب بعد كده الولد بقى يدخل يتكلم عربي، حركة كلام، لما انت بتدرس السبيتش. لو كده بصينا على السبيتش، لو منكم حد شاف اطفال صغيرين ما قبل 6 شهور وديله بص على الولد كده وهو مع نفسه بيعمل ايه؟ تلاقيه عنده حاجه اسمها ثروتي ساوندز، بيبقى اسابيع او الشهور الاولى قبل 6 شهور. حتى حاجه اسمها ثروتي ساوندز. يعني ايه ثروتي ساوندز؟ تدخل على عيل تلاقيه بسرير وصاحي مثلا وقاعد يتكلم مع نفسه اي ممكن اي حاجه ما تبقاش فاهم اي حاجه، ده الصوت مش معناه دي بدايه الفوكال بل بيحرك ايه؟ الفوكال كورس. لكن يبدا يطلع اصوات انت من بعد 6 اشهر، فرق يا ولد من 6 اشهر ل 9 اشهر. بتبدا الاصوات بايه؟ ان هو يبدا يكرر حروف الحرف مره واحده ثم مره ثانيه. يقول مثلا بلدي يفكر زي مثلا ام مم 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 كده يعلق معاه، تمام؟ اي حرف من دول يعلق معاه، وبعد كده يبدا يكرره مرتين يعني بالكنترول الموضوع. يقدر يقول مثلا ايه؟ الحاجات العادية يقول مثلا حرف الام او النيل، ماما 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 ده ايه؟ ماما ايوه يا حبيبي الله، وما يعرفش ان دي ماما، هو حرف النيل هو اللي يقصده. قول له قول ماما، قول له ايوه يا حبيبي، عيب اللي اسمها ماما، هي اسمها ماما. تمام؟ بعد كده بابا، دادا، ستة، أي حاجة بقى، أي حروف دي كررها إيه؟ مرتين. لكن يبدأ الكلام يتضح قوي عنده من عمر سنة. عمر سنة يقدر يقول من كلمتين لثلاث كلمات. كلمتين أو ثلاثة. وكلمتين أو ثلاثة يا أولاد يبقى الحروف مش واضحة قوي. ايه؟ مثلا عايز يقول محمد، 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 تلفزيون، 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 انت تفكر بقى، دي مثلا مروحة، وحة، وحة، أي حاجة، بس هو بدأ يطلع إيه هو اللي عايزه، يقدر يفكر ثلاثة كلمات على حد أقصى، لكن يعرف إلى 10 أشياء، إزاي؟ بعرف العشر اشياء ازاي؟ بقول له روح اقفل الباب، هو عمره سنه بيضحك. الواد يضحك ويسكت في الباب. هات الكوبايه اللي هناك دي يقوم ضحك ويجيب لك الكوبايه. هات المفتاح ده يقوم ضحك ويجيب لك المفتاح. هات اللعبه دي يقوم ضحك وجايب ايه؟ اللعبه. معناها ان فاهم انك تقصد ان هنا سبونت تو اوردرز من عمر كام؟ سنه. طيب بعد كده زي الواد عنده سنتين يقدر يقول جمله اللي بتتكون من كلمتين. ازاي؟ كان في من سنه كده او سنه وشويه كان في اغنيه الاطفال اسمها بابا بيت. بابا هنا. دي الاطفال عنده سنتين. لاقي الاطفال عنده سنتين الواد بيجري ويتنطط في الشقه وفوق لا بيروح حضانه ولا حاجه صايح في البيت. العيال دايما تهويهم يا جماعه الالكترونكس، الحاجات الالكترونكس، يروح يلعب في التلفزيون، فيشه في البيت يحط يشوف فيها عشان تتهرب، تمام؟ يقول خلي بالك من القصه دي، يقوم ماسك الموبايل بتاع بابا يقعد يلعب فيه يكسره ويجيب فيه الحمام اي حته، تمام؟ الحاجات الالكترونكس بترويه قوي. ده هنا من الحاجات الالكترونكس اللي هي كما بتدوس التليفونات. الولد اي تليفون يرد يجري عايز يرد هو على التليفون. وده بقى عديد
اللي حصل الراجل يقول بابا فين ده هيحصل لك معايا اللي هو صحيح في الامر ده. تقول له بابا فين؟ بابا هنا. كويس؟ ماما فين؟ ماما مطر. انت بقى تفصل ما قولكش ماما في المطر. تمام؟ لو بابا فين؟ بابا شكر. ما قولكش بابا فين؟ الشكر. يقول جزء من كلمتين اثنين وانت تبينهم ايه؟ افهمهم. امال انت بتعمل ايه؟ انا صايم. تمام كده؟ يعني اي حاجه انت تفهم الدكتور. طيب بعد كده ثلاث سنين يبدا العيل يفضل يقول اسمه كاملا بس تعرفوا اسمه ليه؟ تمام؟ ليه في ناس كبار اسمك ايه وما يعرفش اكتر من ثلاثي ما يعرفوش؟ ليه ما حدش عرفه اسمه ايه بالكامل؟ تمام؟ يقول لك ما فيش اللي بعد كده. لا يبقى الوقت ده عرفت اسمه الكامل هتقدر تقول اسمه الكامل. طيب سنه يقدر يقول ما عرفوش الشارع بتاعك اسمه يقدر يقول شكله عنوانها فين يقدر يقول قد تكون معرفه هذا الكلام. اربع سنوات سن دخول حضانه بقى تيجي وانت لان زمان يا ولاد الجيل بتاعنا احنا صغيرين ما نروحش حضانه حضانه اساسا اساسا ما فيش انا بدات قبل 6 سنين ما كانش في حضانات دي خالص. تمام؟ طيب هم رجعوا الحضانات او حضانات اللي تيجي وانت ليه؟ عشان يخلصوا من ايام البيوت دي حقيقه وجود عيل في البيت في المرحله دي كارثه دي امكانياته العقليه عاليه جدا وعنده اضطراب شديد اذا ما كنتش تستغله هيعمل مصايب ولذلك زي ما كانوا يقولوا يعملها الصغار ويقع فيها مين؟ ليه الواد قاعد فاضي وذكائه عالي جدا وامكانياته عاليه جدا ما يعمل مصايب فيبدا بقى علاقته بالصدر بعوده في البيت في الوقت ده يبدا عمليه استبداد الاخرين بمشاكل وهم لا يحصلون تمام؟ يعني مثلا لقي الولد عنده 4 سنين قاعد في البيت تلاقي عنده شويه بكش كده شويه اول ما تروح تلاقي ابنك مقابلك قول حط ويبوسك وبتاع ويبهدلك ويش حاطط فيك والكل ده عشان ايه؟ عشان جاب له شوكولاته ولا حاجه شوف انت جايب له ايه؟ لسه النقص تمام؟ انت اذا ما طلعش حاجه من جيبك لا فين يا بابا بقى؟ بس حاجه حلوه اللي انت جايبها تمام؟ لازم تتقلق ما تقتلوش يبقى اقل مننا بقى احسن لك. ليه؟ يعني كل ده وما فيش حاجه لازم تنفذه طلبه ايا كان هو. طلع له مشاكل في البيت. طيب ليه المشاكل الاسريه؟ ان هو مثلا يروح عند تيتا ام ماما ويحسس من الوضع البيت يعني تبقى كده حاسس في البيت والله تيتا ام ماما مش مرتاحه خالص. روح لتيتا عشان يستغل تيتا يقول لها اتودد اليها انا تيتا انا بحبك ماشي يا حبيبي تاخد فضلها وتبوسه وتطبطب عليه وتطلع له فلوس او تطلع له حاجه حلوه تقولها له هو عايز المزيد لا انت بابا يعني ابتدى قلها مع ماما وقال عليك كذا وكذا وكذا وما حصلش يقلل اي روايات واي لبس لهو بحيث ان هو ايه؟ قال له حبيبي يعني انت قلت لي انه كذا يقول بقى لا ده بابا الله اعلم بيه لكن يبدا يعترف بيه بس بتاع بيتا عشان يحصل ايه؟ يحصل مصيبه في البيت مش مشكله يعمل اللي يعمله. طيب ده معناه ان الواد ده كل ما يعمل مشاكل اكتر معناه ان هو ايه؟ نيجي لاخر حاجه بقى في المنتال جراف اللي هو السنتر كنترول. احنا عندنا الاطفال لما انت لحد 5 اشهر لسه الواد ما بيعرفش يقعد زي ما احنا قلنا ولذلك يبقى عنده حاجه اسمها اوتوماتيك ايه؟ بلادر. يعني ايه اوتوماتيك بلادر؟ يعني يعمل ايفاكويشن اوف ذا بلادر او الريكتم في اي وقت وعلى اي حد وبلا اي سبب انذار. ايوه بتعمل. لكن عند 6 شهور الواد بدا يقعد. نقول الام اول ما الواد يتحول يقعد عاديه على الكرسي الاسري. وما تقومهوش من على الكرسي الا لما ايه؟ يعملها. يبدا يتولد عنده حاجه اسمها كونديشن ايه؟ ريفلكس. ايه الكونديشن ريفلكس ده؟ كل مره ماما تقعده على الجدع ده وما يقومش تماما في الحمام. تلاقي الولد بعد كده اول ما ماما تطبق فيه في الايدج اوف ذا بودي يقوم عاملها على طول عشان تخلص القعده ويكسر. تمام؟ ولذلك الايام من بعد 6 شهور تحط الولد على رجليك كده مثلا وتهزه حتتين الله في حاجه حصلت هو عملها عليه. تمام؟
ليه؟ هو الهزه اللي خبطتها في البانكوكس دي فكر ان دي في القطي فانا عاملها عليك. طيب بعد كده اول محاوله للكنترول دي بعد سنه يا ولد، ان انت الولد تلاقي الولد ده عايز يعمل الحمام ويتداري مش قادر حد واقف يعمل كنترول لان انت مفيش اوردر سكان فوق البلادر، فالولد يعمل حمام للعصب لان بقى صحيح يعمل حمام على نفسه عشان حد فيه مشكله، حتى تلاقي العيل بطل حمامية ولا بيستضطر عشان رايحين مثلا حته الفلانيه مشوار مش هتوقف غيره بقى، تلاقي في المكان ده الولد مقلب ومسبح ومصور، الولد مش هيرتاح لما تدخل تقعد ايه غير البطل لان عمل حمام فين؟ في البطل، ده يصح يقعد بالبلوه دي لازم يقف فين؟ معناه الولد فهمت ان ده شيء مش مظبوط يقعد فيه. طيب من بعد سنه ونص يبدا الولد يتكلم يبدا يقول له بلاند كنترول، بمعنى برضه اعتماد. طب يا حبيبي لما تدوس تعمل حمام ودايما بنقول لهم اعتمد جدا كده، من بعد سنه وثلاث شهور كده تحديدا الواد بيمشي وهو في البيت يا ريت ما انت بتسوق بامبرز وقول له انت لما تدوس تعمل حمام عرفه، هو مش قادر يتحكم لسه تحت. ليه؟ لان الاسندنج فايبر بيحصل لها اكتيفيشن قبل الديسندنج، يعني هو بيبقى اول ان البلادر ايه؟ بقت فل بس ما يقدرش يعمل سبريشن للميجوريشن، هو حاسس ان البلادر مليان ماما بيبي ماما بيبي خلاص يا ماما انا عملت خلاص عملنا الواد بقى ايه؟ اورينتد بس ما يقدرش يعمل ايه؟ كنترول. كل ما يكبر يعمل حاول يعمل كنترول، ما يستنى ماما شويه بعد شويه استنى اكتر بعد شويه راح هو الحمام وايه؟ وعمل. ولذلك في ناس كتير ابو امهات بقى عندنا في البيوت بتلاقي في بعض الستات فيري اجريسيف. الولد ده بيلعب سنتين قاعد يتنطط في البيت وتلاقي بعد شويه مامته ماسكاه في البلكونه قدام الجيران ما علقاه ولا اسمه شرطه. مقلعه الواد مامته قاعده 2013 الجيران خلق ست حرام عليك الولد ما هو عمل حمام على نفسه بس مدرك. اوعى تعملوا له حاجه ليه؟ لو فضحت سيب الولد ده هو وما قدرتش الظروف وهيغرق. ليه؟ يبدا يتعمد يعمل حمام عشان يجنن امه. واخدين بالكم؟ حاجه عندنا اسمها فيديو فيديو الطفل يرفض العمر. لما يحط الكل الفن مش واقع. تمام هو جعان مش قادر. اللي يتحقق حي مش كويس. فهنا تلاقي تطبيق يا ست تقول لك يا دكتور الواد بيجي على اخر لحظه يقول عايز اعمل حمام. هو فاكر ما بيعرفش على اخر لحظه الواد كان قاعد ايه؟ يلعب. وفاكر كان قاعد عندها وبعد كده نفسي انا بيبي ما انت كنت متنيل ما تديني انذار يا فيه يا فيه هو فاهم هو ما بيحسش كده لانه مركز فين؟ وهتلاقي اللعبه اللي شرها وصلت على اخر لحظه. حاول تعملها تلاقي الواد قاعد يخبط ويتنطط والحاجه هي ماما هي ماما لا تجي 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 على ماما تجي له مع الخبط الجنبي ما ينفعش ده صح؟ واخد بالك؟ مش فاهمه التكنولوجي ايه؟ بتاعه. بعد كده يقدر يستحمل واحده واحده الحاج المهم سنتين ونص ثلاث سنين الواد المفروض يستحمل ويتحكم في الموضوع ده سواء صاحي او سواء ايه؟ ماشي. دي مشاكل ده اتمنى في الدراسه كده نطلع الكلام ده ازاي بقى المدخل على الشيت اللي قدامي او الستيشن الاخيره في الهيستوري اللي هو هتلاقي مكتوب لك ديفلوبمنتال ايه؟ غالبا هو هتبدا كورس فوتو ديفلوبمنت الغالب هو اللي كنت اتفقنا ان انا عرفت نفسي على الموقع بعد ما صبحت عليها نعمل ايه؟ ايه ده؟ في الشيت اللي هو مكتوب بالعربي هدخل في الكلام معاك ده شيت انت بتسترايز داخل شيت الاسم هات ورقه طبقنا على الام عرفتها على نفسي وبعد كده بدات ان انا استاذنها ان انا اقعد اتكلم معاها شويه تمام واعرف اسم الام واسم ابنها وسنه قد ايه. زي مثلا الولد اللي قدامي عمره سنة ونص خلي بالك
انا لازم اقف عند المرحله السنيه بتاعت مين؟ العيل او حد انتهى الديفلوبمنت بتاعه. ابني سنه قد ايه؟ ست الكل ابني عنده سنه ونص. طيب حضرتك بدات فاكره حضرتك فلان بدا نص نص راسه امتى؟ اللي هو النك ايه؟ سبورت. قبل قالت يا دكتور والله الواد بدا نص نص راسه يعني كان عنده حوالي 5 سنين. يوم اخر مش اخر متاخر. بدا يقعد امتى؟ والله يا دكتور اي ريت تسمع مني عظام. والله يا دوب بدا يقعد من شهرين. النهارده سنه ونص. بدا يقعد ايه؟ من شهرين. بيقعد لوحده ولا مسند؟ سيدي سبورتد ولا سبورتد؟ لوحده ولا مسند؟ هيا قول لي يا لوحده ولا مسند؟ قال لي بس لوحده. اللي بعد المعاد ايه؟ فراوي. طب بيعرف يضحك ولا لا؟ قامت الام قالت لي ده لسه الدكتور ما بيعرفش يضحك. ده دوب يقعد. الحمد لله كان قبل كده ده بيهش ولا بيهش؟ يعني ما بيضحكش ولا ما بيضحكش؟ يقوم الطالب يقول لها ايه؟ ما بيمشيش. يا دكتور انت ما بتعرفش امشي ازاي؟ الام اللي بتنبهك. طب خلاص انت ماشي عشان تقدر؟ تقول الام بقى ايه؟ والله مش هرد عليك. واخد بالك انت بكره فلاش يعني. انا بقول لك ما بيصحش بتقول لي اطلع سلم لا اقترب ولا اقرب اطلعش سلم تمام والاستاذ قاعد بقى وفجاه الاستاذ مجهز لك ليه بيرتبوا حجاب البنطلون بتاعك ما ينفعش لا كده الست قالت لك ما بيصحش خلاص بيمشي ما بيمشيش خلاص بيصحى كده كتر خير الدنيا طيب ما تكملش يبقى حيث انتهى كلام الام ما تكملش ما اذا كان الولد ما بيقفش ولا بيمشي يبقى ما بعده مش موجود. طيب الموضوع عايز يبقى مطلوب بقى اعتبر على ان انت دي بلد. طب بلاقي تلاحظ ان هو ممكن يضحك ويبتسم من امتى؟ يضغط من امتى؟ كويس؟ يعرفك امتى؟ من ما تكون او اسجل التواريخ. طب بدا يعرف اخواته امتى؟ بدا يعرف اسمه امتى؟ يعني معرفه الاخرين. طب الكلام بيتكلم من امتى؟ بيقول ايه؟ طب لما تطلب منه حاجه معينه يروح يقدر يروح يعملها مثلا تقول له هات الايه؟ المفاتيح دي هات الشبشب بتاعي هات الجزمه بتاع بابا هات مش عارف الكعبه الفلانيه يقدر يعمل الكلام ده ولا لا عشان اشوف الواد انت ليه ايه؟ اخباره ايه؟ طيب بعد كده بنسال على السنتريك ايه؟ كنترول تحكمه في يورينو ايه؟ كوليسترول ايه؟ الاخبار. فاهم الدنيا؟ دي مشكله الديفلوبمنت هيستوري. النهارده بقى هناخد جزء الاكزامينشن هام جدا. اولا كمل انتقل الاكزامينشن. وبعد كده هتكلم على النيورولوجيكال اكزامينشن. المطلوب منك تيجي شيل بتاع اليورو، انا شلت كل الحاجات الثانيه. وبرضه رجاء لو سمحتم الورق ده لا يصل لحد الاصطاد حتى يعني ايه لا تصل اليكم اي اذيه. اذيه ازاي؟ انا حاطط الحاجات اللي هي تنزل الامتحان. هتحط الدماغ من وجه الطلب. لكن بصت الورق اللي معاك ده قال لك شوف مبسط لهم الدنيا ازاي في الدروس فهتجيب لك بريميوم نيرف اكزامينشن. عمرها ما تنزل الامر. الجملة الثانية. الأستاذ أولاد إذا أراد أن يجي للمرض بسهولة يجي مش أي مشكلة. ما أسهل من ذلك. فزي ما حضرتكم الورق تيجي زميلة لكن أوعى يصل إلى يد تطلع بعد إذنكم. خلاص كده؟ طيب وبرضه ما حدش يروح إيه يجيب نسخة كده قدام قاعة التدريس. تمام؟ للأساتذة. واضح؟ بلاش. قال له عشان انتوا تستفيدوا من الموضوع. لكن زمايلك ادهم ما اردت.
احنا بقى بنتكلم عن الابدومينال ديكلينيشن. حتى الابدومين مين اللي موجود عندي ده محمود؟ دلوقتي هنعملها. بعد كده
هنبدا حضر شويه. طبعا هم عمره ما هيجيب لي حضر ولا لينا الركاب ده، هو يجيب لك 60 يوم اللي يحتاجه هيجي لك نفس اسمه ايه ميجر. بعد كده هنعمل بركشن اوف ذا ايه اوف ذا بسرعه. هنوري الكلام اللي انا قلته نوبا دي فات هعمله على النظام الاوتكي بعد هشوف اعمله ازاي لحد ما اوصل نقطة البركشن واقعد اشرح البركشن بالتفصيل. اول عيانة اعرفها على الناس تمام، انا فلان الفلاني صارت 3-5 ممكن ان انا اعرف معاكي شوية يظن ابص على شوية حاجات بتبصي ولا لا كانت تكون سنة قالت للفضل هبدا اتعرف عليها وعلى الناس كويس. وبعد كده اطلب انها تعمل اكسبلوريشن او ان انا اعمل ايه اكسبلوريشن تقدمها ممكن تشوف لي بطل ولا لا تبدا تكشف الطاقه بعد كده ولا تشوف لي بطل لحد ده طبعا هنا فوق على الشباب ثانية هذا بس فهي مسؤولة عن خاص تلم سبيك كل النظر عليها والحد تحت تحت ايه يقول على الاقل تحت. وبعد كده قلت باجي من عند رجله عيانه وببدا انزل لمستوى الايه؟ الابدوم. الناس زي ما يبقوا اللي هم ورايا هنا شايفين ان الناحيه دي فيها مرض اكثر من ناحيه دي. وبقول لك بص من البوث هيندز اوف ذا ايه؟ اوف ذا باد. لكن في الامتحان لازم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.